عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض المكرونه بالنشا بطريقه سهله جدا وبسيطه وجميله جدا. كل مره كنت بعملها ولادي يرجعوا يطلبوها مني تاني، وكل شويه يطلبوها، لحد ما خلاص بقى قلت يا ريتني ما كنت عملتها لهم. هعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه وسريعه جدا واقتصاديه ومن غير حليب خالص. حطي بس لايك للفيديو كده على السريع، ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا وصفتنا ونشوف كده مع بعض هنعملها ازاي. طبعا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، الوصفه دي بتتعمل بالسمنه. لو انت حابه تستبدلي بزبده وتزوديها زيت مفيش اي مشكله، بس حطي كميه سمنه كويسه. ولو انت حابه ان انت تحمصيها الاول من غير السمنه مفيش اي مشكله برضه، بس انا هسخن السمنه. احط معلقه كده، دي حوالي معلقه من معلقه الاكل العاديه، معلقه كامله، معلقه كامله من معلقه الاكل العاديه ومعموله على شكل هرم، يعني مش هتدي اكتر من كده. سيبيها بقى، انا هسيبها تسخن شويه بحيث ان انا الشعريه ما تاخدش معايا وقت طويل على النار. بصي بقى الشعريه اللي عندي عامله ازاي، حجمها اعرض شويه من او اتخن شويه من الشعريه العاديه، مش هتفرق ايا كان نوعها مش هيفرق. دلوقتي بقى السمنه بتاعتي بدات انها تسيح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هنزل عليها بقى بشويه من الشعريه. شوفي بقى انت حابه تحطيها كلها، حابه تحطي جزء وتشيلي جزء زي ما تحب. انا شايفه ان الكميه دي كده خلاص كفايه، مش محتاجه اكتر من كده. دلوقتي بقى اللون بدا ياخد معايا، بدات تاخد معايا اللون زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ان انا اضيف عليها، لو انت حابه تضيفي شويه شعريه كمان تمام، انا هضيف حبه شعريه صغيرين كمان بحيث ان انا ايه ازود اللون كده واخلي اللون ما يكونش كله لون واحد. دي طبعا يا جماعه حسب الرغبه، يعني زي ما تحبوا انتوا. حابين ان انتوا تعملوها بالشكل ده تمام، حابين ان انتوا تغيروا مفيش اي مشكله، بس انا بحب يعني ايه ان انا اخليها تغيير، يعني فاهمين ان هو تغيير بس مش اكتر. بدل ما نخليها كلها لون واحد او اللون الغامق نخلي فيها فاتح وغامق. بعد كده هعمل ايه تاني؟ بجيب بقى معايا السكر، باخد حوالي معلقه واحده بس من السكر بضيفها على الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي رشه بس بسيطه كده من السكر، ونقلب الكلام ده كله. بصي بقى لما تحطيها وهي سخنه بتفرق جدا. زي ما قلت لكم انا هعملها من غير حليب خالص، بالحليب بيكون طعمها حلو وقيمتها الغذائيه عاليه، بس انا عندي حساسيه وانا عايزه اكل منها، فطبعا مش هينفع ان انا اعملها مش هينفع ان انا اعملها بالحليب عشان الحساسيه. هاخدها ايه بميه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا طبعا ضايفين ايه السكر، نغطي عليها كده زي ما هي، بس نديها تقليبه واحده بحيث ان احنا نضمن ان هي ما فيهاش اي تكتلات، متبقاش عامله زي القرص كده بعد ما تستوي. اهي ونعلي بقى النار عليها. بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بدات ان هي تستوي. هغطي عليها بقى وهعدي النار خالص، وتعالوا بقى نعمل المهلبيه بعد كده ونشوف بقى هنعملها ازاي. انا عندي هاخد بقى الاول ايه الجزء ده الشعريه، وهبدا ان انا احطها على نار هاديه، هنقلها على النار الثانيه وايه واكمل معاكم المهلبيه. دلوقتي عندي كده بقى البول على النار، هبدا ان انا الكاسرول على النار هبدا ان انا احط فيها، او اللبانه كده هحط فيها شويه من الميه، وهنزل عليهم بودره الكريم شانتيه. انا مهديه النار خالص، ده بقى بديل الحليب، دي الكريم شانتيه ده ما فيهوش حليب خالص بس هيديني طعم حلو. وهدي له تقليبه كده بسم الله، مفيش اي مشكله التكتلات دي كلها هتفك. وهاخد بقى معايا في بس النار كده، هاخد بقى معايا النشا وهبدا برضو ان انا اقلبها. كميه النشا اللي هتحطيها على قد كميه الايه الدقيق، على قد كميه الحليب او الميه اللي انت هتحطيها. انا عاملاها من غير حليب خالص، انتوا بقى عايزين تعملوها بحليب مفيش اي مشكله، انا عندي حليب بس انا مش عايزه احط حليب، هنعملها اقتصادية من غير حليب خالص. حطينا خلاص النشا كده، نبدأ بقى نضيف النشا لكل معلقة من الحليب او من المية بتاخد معلقة من النشا،
السكر طبعا حسب الرغبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو معلقة كده من السكر عليها وهديها تقليب. قلبوا بقى الكلام ده كله كويس مع بعضه، وبعد كده تبدأوا ان انتوا ايه تشغلوا عليها النار. بسم الله، تأكدوا بس ان كل حاجة دابت كويس. لو ملاحظين اهو ان ما بقاش فيها اي حاجة فيها تكتلات، كلها بقت دايبة معايا كويس. نبدأ بقى نشغل النار كده عليها. ونستنى بقى عليها كده لحد ايه ما تاخد وتدي مع بعضها والقوام بتاعي يتقل. عندي الجزء التاني بقى، هجيب معايا الكاسات زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ ان احنا نملى الكاسات بالشعرية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هعمل واحد مليان شعرية كله وما فيهوش اي مهلبية ولا اي حاجة من فوق اهو بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا ازينه في النهاية بايه بقى، بالسكر الخشن. وهعمل طريقتين تانيين مختلفين شوية اهي كده. اول طريقة ان انا هحط كده نص مقدار، خلينا ناخد دي كده، وهجيب معايا السكر اهو السكر الخشن، وابدأ ان انا ايه هزين بيه او ان انا هرشه كده عليها من فوق. طبعا دي هتبقى محلية جدا. الطريقة اللي بعد كده ان انا هجيب بقى معايا المهلبية وهنزل بيها كده بسم الله في ايه في النص، وهكمل باقي الكمية بالمهلبية بالشعرية. شيل كده الحاجات دي كلها، وهتبقى معايا الشعرية ايه في النص كده، المهلبية في النص والشعرية من فوق في الوصفة من فوق، وهغطيها بالكامل. بعد كده ننظف بقى حوالينا، ننظف المكان، ننظف البايركسات بتاعتنا والحاجات دي كلها. الطريقة التالتة بقى ان انا احطها نصها شعرية والنص التاني بالمهلبية. وطبعا انتوا بقى زي ما تحبوا، شايفين شوفوا بقى ايه اكتر واحدة فيهم عجبتكم واعملوا زيها اهي كده. بسم الله، طبعا ايه خرط تقل، لما تقل لما برد شويه بدا ان هو يبقى متماسك، فما بقاش عاطي القوام اللي هو السايب قوي اللي احنا كنا شايفينه اهو كده اهو. نحط بقى عليها من فوق شويه، ممكن شويه شعريه، شويه زبيب زي ما انتم شايفين بقى كده. شوفوا بقى انهي اكتر واحده عجبتكم واعملوا زيها. نشيل بقى الحاجات دي كلها وننظف مكاننا. بتمنى بقى في نهايه الوصفه ان هي تعجبكم وتجربوها. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.